السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ في الفيديو النهارده ان شاء الله هنشرح الجزء الخاص ازاي بنعمل بايب لاين للاي تي ال بتاعنا، او نعمل بايب لاين للاي تي ال ونعمل له تيستنج طبعا. يعني قبل ما نبدا نتكلم على البايب لاين، في تشينج صغير كده عايزين نتكلم عليه، في حته مهمه جدا عايزين نتكلم عليها دلوقتي. انا عندي الداتا بتاعتي شكلها عامل ازاي؟ المفروض ان هي في عندي اللي هو قلنا الام زي، السبسكرايبر اي دي، التاك، اس ان ار، الايمي سيلك. المهم نيجي الحته دي، انا عندي ايفنت تايم ستامب، وعندي فايل نيم، وعندي ايفنت ديت، وعندي باتش. المفروض ان لتر قلنا لما نيجي نشوف التيبل بتاعنا، التيبل بتاعنا بارتيشن باستخدام تو كولوم، ايفنت ديت والباتش اي دي. الباتش اي دي ان هو الانسرشن تايم ستامب يعني، او الانسرشن مش الايفنت ديت، وده الايفنت ديت. فهيبقى عندي ايفنت ديت تحتيه باتشات، يعني ممكن الايفنت ديت اليوم ده داخل على اكتر من باتش. الفايل نيم مش هنبارتيشن بيه، فحطيناه قبل كده. فسبارك باي ديفولت اخر تو كولومز هم اللي بيبقى فيهم البارتيشن، يعني بارتيشن الكولوم، بارتيشنز كولوم بيبقوا اخر كولومز في الداتا فريم او داتا سيت. نقطة كمان ان شاء الله هنشرح بعدين يعني ايه كلمة بارتيشن، ونشرح التيبلز دي جزء تاني، بس احنا هنا بوضح الحتة دي. وعشان نعمل التشينج ده كان لازم نعمل تشينج صغير في الكود عندنا. ان احنا هنا كنا بنعمل ايه؟ بنقول التايم ستامب، بعد كده الباتش اي دي، بعد كده الايفنت ديت. فانا هاخد جزء كده من الكود كتبناه نحطه هنا. ده جواه ايه؟ اخدنا التايم ستامب عملنا له سوري اخدنا هنا اهو سوري اوكي اخدنا التايم ستامب، عملنا له دوت تو ديت بقى ايفنت ديت، ماشي، وحطينا الفايل نيم قبل الايفنت ديت، وحطينا الباتش اي دي، تمام. ده الجزء المهم اللي احنا عملناه. طيب هل لو عملنا عملنا ران لليون تيست هل هتشتغل؟ المفروض عملنا كده تشتغل. تعال نشوف كده، ثانية واحدة، في اصلا اوكي. طيب تعالوا هنا اوكي لسه ما كملش اصلا يونت تيست بتاعتها، سوري احنا لسه ما كملش يونت تيست بتاعتها. تعال ننزل ده كده، لسه نعمل بقى يونت تيست هنعمل يونت تيست عشان نتيست السايكل دي كلها. طيب فنعمل ايه؟ خلاص احنا الحته دي شرحنا الجزء ده تشينج عملناه. طيب اول حاجه نعملها ان احنا هنروح هنا نعمل كلاس نسميه ETL pipeline test، ماشي. احنا كاتبين طبعا تيست جاهز هنا، pipeline logic test، عن rename ده هنا كده. طيب احنا كتبنا تيست هنا برضو عشان ما نقعدش نكتبها سوري. طيب هنقعد بقى همسك جزء كده نشرحه هنا في ETL. ثانية واحدة هعمل بس ايه هنا كده كده. اوكي طيب تعالوا كده هنا نشرح ايه الكلام ده. طيب اول حاجه هنشيل كل ده ونحط الايه التريت تيست بتاعنا في نقطه هنا اكستنس الايه التريت تيست اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات. طيب ده الجزء الاول. طيب الجزء الثاني تعالى هنا نحط ده كده هنا، ماشي. طيب الجزء التاني احنا هنا عملنا الجوب كونفيج بتاعنا، لسه هنعمله اساين الجوب كونفيجشن بتاعتنا، التستنج يوتيلز اللي عملناها قبل كده اللي هي جواها التستنج يوتيلز بتاعتنا، كان ده الجوب بارامترز البروبرتي اللي فيها التيبلز. بعد كده عملنا هنا ثلاث حاجات. اول حاجه هنا الاكسبكتد اكسبكتد انفاليد داتا، دي الاكسبكتد انفاليد داتا. لو شفنا الفيديو التاني احنا شرحنا ازاي كونا اكسبكتد انفاليد داتا دي، ماشي. بعد كده عندنا هنا ريجكشن سكيما، ماشي، دي برضه شرحناها قبل كده يعني ايه ريجكشن والسكيما بتاعتها شكلها عامل ازاي. كده دي الاكسبكتد داتا بيزد على الداتا في الفايل هنا اللي احنا حاطينها في الام زي، واللي حاطينها از بارت من التيبلز اللي احنا كريتناها، ماشي. طيب يبقى لنا ايه تاني؟ يبقى لنا البيفور بقى. طيب في البيفور هنا احنا عندنا اول حاجه احنا اول حاجه بنكريتها اللي هو التستنج يوتيلز، وعملنا بيبر داتا زي ما عملناها بكده الفيديو اللي فات، اوكي. طيب بيجي مرحله بعد كده جوب كونفيج، احنا عملنا فانكشن الفيديو اللي فات بتشرح ايه هو الجوب كونفيج، وشرحنا فيديو طويل بيشرح يعني ايه تعمل اي تي ال جوب كونفيجريشن.
في الفيديو ده احنا كنا بنباصي الجوب اي دي ماشي، ان حاطط في كونستانس، وعندنا الجوب نيم، وعندنا الباتش اي دي. حلو، بما انهم كونستانس ممكن نيمهم، يعني ممكن نقوله هنا خلال جوب نيم، طبعا كونستانس خلينا نحط له نيم كابيتال وباتش اي دي ماشي، وبرضه طبعا هنا الانفايرمنت شغالين بيها كونستانت خليها انفايرمنت، سوري مش اند انفايرمنت، اوكي. ممكن ناخد دول كده نحطهم في كونستانت برضه بتاعتنا، يعني عشان الدنيا تكون اوكي. اوكي طيب، ده كده الجوب البيفور بتاعتنا. طيب الاكشوال تيست يبقى شكلها عامل ازاي؟ احنا المفروض هنباصي عندنا فانكشن او كلاس اسمه ETL Pipeline Logic، هنباصي له الجوب كونفيجريشن والجوب بروبرتيز، هيكون جواه زي لوجيك رانر كده. اللوجيك رانر ده المفروض يرجع لي ايه؟ هيرجع لي الاكشوال فاليد داتا، ويرجع لي الاكشوال انفاليد داتا، ويرجع لي البارامتر. حلو؟ وبعد كده هتست بقى، هقارن كل واحد من اللي جاي ده بالاكشوال هنا. المفروض دلوقتي لو عملنا دي بس كده نتاكد ان الجوب نفسها بتران. ثانية واحدة كده، هو هنا بيقول لي بيقول لي هنا ان الجوب كريتد تو تايمز، اوكي سوري ماشي. وبيكمبايل المفروض ان هو مفيش اصلا تيست، المفروض ان هو اصلا ايه مفيش داتا هي عملت تيست اصلا، فالمفروض بس هو هيدي جرين، بس هو اصلا مش باس، مفيش تيست، بس بتاكد ان الكود بيكمبايل معانا. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده عايزين نعملها؟ هو بس هو مش جرين، هو اصلا مفيش داتا، ما مفيش تيست، يعني بس يتاكدنا يكون بيكومبايل بس مش اكتر. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ ان احنا هنعمل حاجه اسمها الاي تي ال، الاي تي ال بايب لاين لوجيك. اوكي تعال نعمل كلاس اي تي ال بايب لاين لوجيك. اوكي طيب احنا كاتبين برضه الاي تي ال بايب لاين لوجيك هنا اهوت، عشان بس ننجز وقت شويه في الكتابه. فثانيه كده، ثانيه واحده. اوكي خلينا نمسح كل دول كده، كل امبورت دي هو هيمبورتها لوحده، نمسح دي كمان. طيب تعال نشوف كده ايه ال انا بس هيمبورت الاول، بعد كده نبدا نشرح جزء جزء ايه ال Thanks. This is bulk session. Okay. بس بديل imports. جبان. ثانية واحدة. Okay. طيب كده هنا. Okay. Get input file بام. اوكي دي غالبا في الجيسون اكستراكتور، تعال امبورت جيسون اكستراكتور دوت جيت جيسون اوبجكت، يعني اعتقد جيت جيسون اوبجكت. اوكي اوكي احنا محتاجين الفاليو دي، نحطها هنا برضه. تعالوا بس هنحطها دلوقتي مؤقتا، نحطها في الميتا داتا. اوكي ولسه هنشرح جزء جزء. طيب بس نتأكد ان هي شغالة. هعمل له كده اهوت underscore عشان سباركي امبورت كل التايبس مرة واحدة، يعني كان ممكن نعمل اوبتمايز. طيب كده في اي حاجه تانية؟ المفروض نقول له import metadata import metadata.action. اوكي كده في حاجه تانية مش موجوده. اوكي طيب نمسك بقى عشان هاي في كونتكست محتاجين نتكلم عليها. طيب نمسك بقى لاين لاين نشرحها مع بعض سوا. طيب احنا عملنا ETL pipeline logic. ETL pipeline logic ده جواه ايه؟ بياخد job config وبياخد properties file اللي هو التيبلز اللي هنعملها والconfiguration اللي احنا اتكلمنا عليها اللي احنا عملناها parsing المره اللي فاتت. حلو؟ طيب وكلمنا المره اللي فاتت ايه لازم تجيب كونفيجريشن وجوه السبارك سيشن والحاجات دي، مش عايزين نشرحها تاني. إيه لو حد مش فاكرها ممكن يرجع الفيديو اللي قبل. طيب عندنا سيمبل فانكشن
في الايتي بايب لاين ده اسمها جبرانا. جبرانا ده جوه ايه؟ تعالوا نقرا مع بعض كده. في عندنا اول حاجه، اول حاجه بنقرا الفايل الجيسون فورمال فايل والباتش اي دي، تمام. طيب احنا عندنا الجوب كونفيج دي دوت كونفيج جواها ايه؟ الجوب برامل. يعني فتحنا كده الكيس كلاس ده زي بتاع اللي عملناه المره اللي فاتت، جواه ايه؟ جواه الكونفيجريشن وجواه السبارك سيشن، والكونفيجريشن جواها ايه؟ جواه جوب اي دي والباتش اي دي والايه والجوب برامل اللي هو جواها الجيسون البارامتر نيم كونفيجريشن نيم والكونفيجريشن فاليو. طيب فاحنا هنا جبنا الجيسون سترينج وجبنا هنا الباتش اي دي، تمام. طيب بعد كده الخطوه اللي بعد كده هنجيت الجيسون اوبجكت. شرحنا قبل كده الجيسون اوبجكت ده ايه وازاي بنبارسه. احنا هنا بنستخدمه بس ده البايب لاين الثاني، الجزء الثاني. فعملنا فانكشن قبل كده، عملنا تيست وسيبريت فيديو ليها، تو فيديوز بنشرح فيها الجزء ده، وادي جبنا فيها البارامتر ده. طيب نيجي للجزء الثالث. الجزء الثالث انا بريد الداتا من الديليمتر، بديها الانبوت سورس شرحنا قبل كده والسبارك، وعملنا الفانكشن دي. طيب بما ان الداتا دي هقراها بعد كده، فعملت لها بيرزيست. ممكن تعملش بيرزيست، دي جزء في سبارك انك تعمل بيرزيست لحاجه تم استخدامها اكتر من مره. ممكن ما تعملوش، يعني الموضوع مش مهم قوي. هو هيحاسب بالفرنس معاك بتشتغل على برودكشن، بس لوكال مش فارقه كتير قوي يعني. ممكن تفرق في بعض الكيس، بس بقول يعني في كيساتنا دي الفرق مش ضخم يعني. بعد كده نبدا عندنا الفاليديشن بتاع الداتا، نشيك الفاليد ريكورد والانفاليد ريكورد، شرحنا برضه ازاي بنعملها قبل كده، تمام. بعد كده الانفاليد ريكورد بنضيف ليها الباتش اي دي، دي حته مهمه جدا. انا دلوقتي عندي الانفاليد ريكورد، انا عارف الريكورد كله بما بزود عليه حاجه واحده بس، الباتش اي دي يعني اللي هو الران تايم بتاع الجوب تقريبا دي ايه. حلو تمام، دي الجزء الثاني وبكريتها از داتا فريم، هي اصلا داتا فريم. بقى الجزء الاخير بقى قبل ما اعمل الترانسفورميشن بتاعي. طب لو جينا هنا ترانسفورميشن لوجيك، هنلاقي ان احنا هنا بنفترض فرضا ان انا عندي هنا داتا فريم، سوري داتا سيت اوف رو فيها الداتا سيت والامزي والامزي ماستر بتاعتي. طيب انا هنا محتاج اكريت الكلام ده، فممكن ببساطه جدا اقول له سبارك دوت تيبل، واقول له مثلا بروبس مثلا دوت الامزي. حلو ماشي. ايه اللي هيحصل هنا؟ ايه ان هو هيكاري تيبل بالاسم، يعني هيكاري تيبل بالداتا دهيت ويبقى معاه از داتا سيت. يعني ممكن اروح قايل هنا لما اجي ابصي دي اروح مبصيها هنا از كده اهوت. حلو وتشتغل زي الفل. طيب ايه المشكله في الحته دي؟ هو مش مشكله، احنا يعني في البيست براكتس، او مش هذا البيست براكتس يعني في ظني في الموضوع اهوت، ان انا بفضل اعمل حاجه اسمها اللي هي كل التيبلز هنستخدمها في الجوب بتاعتي 1 2 3 4 نعملها في حاجه اسمها هايف، نعملها في داتا كونتكست كيس كلاس اوف الداتا سيتس دي، بحيث اقدر استخدمها بدل ما اقعد كل مره ارجستر في البايب لاين. بايب لاين بحبه يبقى كلين كده يبقى واضح. فانا هكريت حاجه اسمها هايف انبوت داتا كونتكست كلاس هنا. اوكي انا برضو كاتبين ال هايف كونتكست هنا. اوكي تعال ناخده هنا. اوكي طيب تعال نشوف كده ال ايه الهايف كونتكست ده. طيب اوكي تعال نشرح ايه الهايف كونتكست ده. كيس كلاس بياخد سبارك سيشن وبياخد جوب كونفيج وبيكستند اللوجين، جواه فانكشن اسمها جيت هايف انبوت داتا كونتكست، جوا حاجتين ريجستريشن للكونفيجريشن تيبل وريجستريشن للام زي تيبل. احنا هنا في الجزء ده مش محتاجين الجوب كونفيجريشن قوي، بس خلينا نفترض دلوقتي ان احنا مركزين على الام زي ماستر. يعني هنا احنا انا حاطط كده اكزامبل، عايز تحط اكتر من كيس كلاس يعني اكتر من داتا سيت. اوكي وبعدين انا بسيط في بترجع اللي هو الكيس كلاس ده اللي هو كيس كلاس اوف الكونفيج والام زي ماستر. انا بحب كل الكيس كلاس بتاعتي تبقى في الميتا داتا، فاروح الميتا داتا احطها هنا. اوكي بعد كده هرجع لل هرجع هنا واقول له امبورت، هو خلاص هو موجود امبورت الميتا داتا. طيب لو جينا هنا واحنا عند الكلاس الاساسي هنلاقي ان هو موجود اوريدي. طيب خلاص فاحنا كده بقى معايا الداتا دي الانبوت داتا كونتكست ده، فوت باصي بقى الانبوت داتا كونتكست ده دوت ام زي ماستر هنا، ويبقى لي الترانسفورميشن. الترانسفورميشن ده بنبصيه لفين؟ بنبصيه ل
ال ETL Transform Logic Transform، بس في تايب صغير Transform Logic. اوكي اول واحده هي وينيم. اوكي فروح هنا، خلاص مش هنا، اقول له هنا ETL Transform Logic دوت بتاع دوت Transform ده. تمام، انا كده بقى عندي خلاص ال ETL Transform Logic بقى بيرجع لي الترانسفورم الداتا. فبقى عندي هنا ترانسفورم الداتا، وعندي الانفاليد داتا سيت ويز باتش، وعندي البارامتر اللي احنا عملناه اللي هو جاي لي فوق هنا اللي احنا عملناه باس للكيس كلاس. طيب ليه عايزين البارامتر ده؟ هنشرح بعدين لما نيجي نعمل اخر حاجه اللي هي المين كلاس. تعال نشوف هنا دلوقتي بقى، نرجع للتست داتا، هنقول له هنا هنقول له هنا ايكوال ETL Logic، وبعد كده تعالوا هنا المفروض نسيت الكلام ده، ثانية واحدة. ال expected JSON object هو في الميتا داتا في constants اعتقد. مش عندنا هنا ال expected JSON object، ثانية واحدة. ال expected JSON object احنا كنا حاطينه في حتة ما، ثانية واحدة. في ال JSON extract، ثانية واحدة. هو ده، بس بدل ما نقعد نكريته كل مرة تعال نحطه في كونستانس عشان يبقى شيرد هنا. ماشي، طب ممكن تكريت منه انذر انستانس للتيست دي، بس يعني خلاص هنا، ودي ما اعتقدش. طيب نقول له امبورتر وخلاص. اوكي طيب، المفروض لو رنينا احنا اكسبكتد ان احنا الاكشوال ده تبقى احنا ما عملناش اي حاجه، بس عملنا بايب لاين هنا وبنتست ان البايب لاين شغال فقط. هنرن دلوقتي نشوف البايب لاين هل هو هيرن مظبوط وكل حاجه تبقى فاليد ولا لا. هنا احنا ممكن على فكره بمناسبه بس هنا عامل دوت طريقتين للتست للداتا سيت، قال دوت كوليكت دوت تو سيكونس وبكمبيرها بسيكونس، بس في ظل انك ممكن تقول له تكونفرتها لداتا سيت وتقارن داتا سيت، بس انا بحس ده صغير، ده ست صغيره ونقارنها بالشكل ده بيبقى اسرع يعني، ودي داتا فريم فبنقارنها بالشكل التاني احسن يعني. طيب تعال نشوف دلوقتي هل البايب لاين هيشتغل مظبوط معانا ولا لا. طيب هو هنا في اللوج هنا بيقول لك نو لوك فور جي كونفيجريشن، البروجكت موجود اونلاين هتلاقوه موجود في اللوك فور جي بتاعنا، انا بس مش عايز اديله وقت مخصوص، بس ممكن يعملوا فيديو مخصوص زي تكريت لوك فور جي لسبارك شوب. طب هو انا ران سكسسفول كده، البايب لاين خلص. البايب لاين النهارده عملته بصراحه، حاولت اخلي الكود يكون مكتوب جاهز عشان ما اضيعش وقت في كتابه الكود، بس زي ما شفته هو سيمبل ستيبس بتشرح البايب لاين لوجيك بتاعك. هتقولي طب في سؤال هنا ممكن حد، انا متوقع ان حد بيساله دلوقتي، بس انت هنا رجعت ترانسفورم الداتا والانفاليد داتا، مش المفروض هنا ننسرت بقى في التيبل كلوت؟ لا، البايب لاين مش وظيفته انسرت هنا، البايب لاين هنا بتديله داتا بيرجع لك داتا، يعني داتا فريمز او انبوت يديك اوتبوت. يبقى قالنا في وان لاست فيديو هنشرح بس ده المين كلاس اللي هو بينسرت الداتا في التيبلز وبينسرت في الفايل وهنكونفيرت وهنأسس ان ده شغال. احنا كده خلصنا البايب لاين، اشوفكم بخير مع فيديو الاخير مره جايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.